الله يقول في كلام ابن القيم رحمه الله في تعريف الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يقول: فهل المبتدع الذي يرضى أن يكون متبوعا في بدعته يطلق عليه طاغوت بالنسبة لذلك؟ أي نعم، إذا تعمد هذا ويعلم أنه ما هو على حق ولكن يعاند ويصر فهو طاغوت. نعم.